أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من التريكو. أهلين ضيوفي، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. هاي النقشة كتير حلوة، اسمها نقشة السنونو لأنها بتشبه طير السنونو اللي بيطير بالسماء، وهي من أنواع الجاكار وبتشتغل بلونين، وممكن تعملوها بلون واحد. شوفوا قدي حلوة، وفيها هي مخرمة أو مفرغة، بتستفيدوا منها بشغل الجاكيت، البلوزة، الشونات، اللحشات، اللفحات، لأنه مفرغة. شوفوا قدي حلوة، حتى الخلف تبعها كمان فيكن تستفيدوا منه وتكون هو النقشة. ليكوا قدي حلو، نقشة كتير حلوة وطريقتها سهلة كتير. عبارة عن غرزة عدلة وثلاثة نشتغلهم مع بعض مقلوب، وبنعمل لفات. لفة أول وقت نشغل هدول الثلاثة بنعمل لفة، وبعدهم بنعمل لفة للتعويض لأنه رح نشتغل هدول الثلاثة مع بعض. ولح أعلمكم طريقة، ما تلفوا على السنارة دغري، بتخلوا الخيط مرة خلف الشغل ومرة أمام، بصير لحالة بتصير معكم اللفة، وبتنتبهوا على آخر غرزة بالشغل. إن شاء الله تعجبكم وتشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايك. وأهلا وسهلا فيكم، وهلا بنبدأ مع بعض. هلا بالنسبة لعدد الغراز، قد ما بتكون فيكم تعملوا غراز، يفضل تكون العدد فردي اللي بكون تشتغلوا عليه هاي النقشة. البداية من 14 غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وهي 14. الغرزة الأولى وش أو عدلة، بنخلي الخيط خلف الشغل. هدول 3 غراز نشتغلهم مع بعض مقلوب. هلا وقت نشتغلهم كأنه لحنا هلا عملنا لفة على السنارة يلي هي هاي، نخلي الخيط أمام، نشتغل هاي عدلة أوش، كما شايفين عملت لفة. هلا هدول الثلاثة نشتغلهم مع بعض، وغرزة عدلة وثلاثة مقلوب. وآخر غرزة عدلة وهي الزيادة بالآخر. هذا السطر الأول. السطر الثاني كله مقلوب. شايفين هاي اللفة اللي عم بشتغلها؟ كل الغراز مقلوب أو قفا.
هلأ السطر التالت تكرار للسطر الأول. هلأ بدي أدخل لون تاني لحتى تتوضح النقشة أو الغرزة. أول غرزة نشتغلها وش أو عدلة. هلأ بدنا نشتغل ثلاثة مع بعض بغرزة مقلوب اللي هنين هدول. غرزة عدلة ثلاثة مع بعض مقلوب، منخلي الخيط أمام الشغل. غرزة منخلي الخيط عدلة أو وش والخيط ورا الشغل، نشتغل ثلاثة مقلوب. آخر غرزة عدلة. هلأ الفكرة هون انه اللي بنختصره بنرجع بنعمل لهم لفات لحتى يضلوا محافظين على ثلاث غراز ووحدة. السطر الرابع نفس السطر الثاني كله مقلوب. هي هي مراحل النقشة. هاي اللفة هلا اشتغلتها، وهي الغرزة تبع ثلاثة مع بعض، واللفة باللون مقلوب. هاي النقشة كتير حلوة وناعمة مثل ما شفتوا، سهلة. طريقتها جديدة بالشغل. هلا بدي اشتغل كام سطر وارجع لكم. اشتغلت كام دور او كام سطر، شوف قد طلعت حلوة. هاي هي نقشة الجاكار تبع السنونو تبع الطير، لكو قد مميزة ومخرمة او مفرغة. ليكو الخلف تبعك ما قدي حلو طلع. اذا عجبكم الشغل لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا المنتدى يلي بالقناة، في استطلاع رأي بداخل الفيديو ريت تجاوبوا عليه حتى اعرف رأيكم بالشغل. وشكرا لكم وإلى اللقاء، وشاركوا كمان بالعرض الأول لأي فيديو أنا بكون حاططه. وأهلا وسهلا فيكم.